أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ترك الزكاة يكون كفراً وإن لم يكن جحوداً؟ إذا منعها بخلاً فلا يكون كفراً، لكن تؤخذ منه قهراً، تؤخذ منه قهراً ولو أدى هذا إلى قتاله كما فعل الصديق رضي الله عنه. أما من جحد وجوبها فهو كافر ولو دفعها. إذا جحد وجوبها قال أنا أدفعها لكن على أنها تبرع وإحسان ولا أعتقد أنها واجبة، هذا يكفر، أنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. أما إذا منعها بخلا هذا لا يكفر، وهو يؤمن بوجوبها هذا لا يكفر، ولكن لا يترك، تؤخذ منه قهرا، فإن دافع فإنه يقاتل كما فعل الصديق رضي الله عنه. نعم.